بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وعن كذلك قدو جرني ولي برنامج كي أها أرك الشباب يداعش من مسلمين بمسوا قالوا وأن عضيني هدف أن كلنا سؤاشاس وأه إني يقو ضدك شرعي إلهي قدتم الشدب بدينهين صوماليا عاجهد إن ننصار لجين قوم واللي تشرع إلهي كتم الشديسة سؤال شنو أي معنى هذا التهاي أدينكوا هذه شرع إلهي أت كتم أنا إنسان المسلمين باتين مسجل سويدية أدينكوا يه وحنا كسر هذا الوحي هذا مسألة دي جدا بي سواء كهذا المي وحي هذا مسألة اللي يراه ذو مسألة دي عشان يتبنى هذا يعني كسر هذا المي مسألة ذا اللي هي يتبنى ayaan had ugu dibeynaa ilaahay haduu yiraahdo mas'alada 16aad waxay tahay oo muqaalafaadkooda sharciiga ah oo ku tacaluqa jihadka ay yihiin waa mas'alada la yiraahdo al-iqtiyalat iyo dadka in lagu dilo assassination wax la yiraahdo iqtiyalat in lagu dilo dadka lagu laayo oo waxa noocaas oo kala jihad laga dhigo waa dhacdooyin naadir ah oo subhanahu sallallahu alayhi wasallam وكعب بن أشرف من الأورنج رأيو دعذو النادر هاي هذا وكان عضي في تاريخ الإسلام والمسلمين بدك مسلمين تاع الجهاد وما ها جرين وحلا يرى أساسينيشن جهاد شرف له ونظيفة أي بدك مسلمين تاع الجهاد جرين مركا يقول لكن قوم كانوا ما دام أيهم قوم اسكو فرض يا راي وحون الإلهي كفر ديارين أو أين أود لهين أو بمعنى وحويان aan waxa weeyaan maaragtay la wajuba ma al ajz ay yiraahdaan hadii aad wax ajz ah tahay ilaahay kuma saarinin gaar in aad la dirto rasmiya ayaa hadaad ajz tahay ayuun ilaahay ku saarinin maxaad u maleeynaa marka hadii aad isku waajib yeesho in aad muslimiin inta gaalay siiso hadana aad la dirto isku farad yeesho in aad la hayso dadka muslimiinta ah marka awalan waxa isku farad yeelan horta waxaan ilaahay ku farad yeelin oo muharram ka ah oo ah dadkii muslimiinta aha ee bal muharram ah oo ah inay dadkii muslimiinta aha ay ku jihaadaan jihaad waxay ku sheegayaan ayadaas laftoodii ayayna wax awood u lahayn iyo qudrad lafteedii taas ayaa waxay keentay marka inay isticmaalaan ikhtiyaaraadkii ikhtiyaaraadku iyo assassinationku waa taariikh rasmi ah oo ay lahaayeen khawaarijtu ikhtiyaaraadku waa diinul khawaarij waana bidco يعني جهاد بدعية أو إن لقد دراه أو شقل لقد اكتاه دقن وما هي آجن دتك مسلمين تايا أهل السنة مدنا دول الدين كي خوارج تايا إيهاد دتك مسلمين تا هدي وكو تعلقنا أو للي هاي وحويان دتك مسلمين تايا بل لقول لينا وحالي رهدنا وحيسين نقنا حرمض ويسي ويناني أو حرم مغلظة يسين نقنا وانا مخالفة شرعية رنتا سو حين كتر سنتاي مخالفات كخوارجتو إيه القاعدة دو ده إيه أرادة تيارات كجهاد كاسكم مقعابة جهاد كبدعيقاه أي استعمالان أو ضد كمسلمين تاي استعمالان وحيا بها رد معناها من عناية وحا كترسان وحا معناها وحا ويان اغتيالات كوحا لقوم مقعابة غيلة وضد ضد كمسلمين تا غيلة اللي قد له أو أسستيناشن اللي قد له أرنت النوع سنة وحويا وحنا هنا يا حديث أبو هريرة أو رسول صلى الله عليه وسلم وكيري الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن أما قيد الفتك نوال أرنكرا إيمانك وفق مسلم ك يعني وح وكعليا إن وح فتك يو أو وح أسستينيشن كدلو أيو كم من عيا قفك مؤمن ك لا يفتك مؤمن قف مؤمنه أسستينيشن وح كمدلو حديث كاس وحا وريي حاكم في المستدرك يا ابن ابي شيبه في مصنفه ان هل كان وحا كعاد بمعنى وحا ويان وا خبر لكن وا منعي او وحا ويان وا نهي وحا لا يراد قيلده اما اساسينيشن كدك ان لو لايو وا دا لا سوتانو وحا ويان مصائبتا اي حنبارسنتا اساسينيشن كو قف اسكا معناها ان الاوغين وح دلي او ان لغا تخلصاهو dibaatada iyo tuhmada iyo rucbiga dadka ay ku abuureysaa waad garan kartaan marka waad aragteen maanta markii si assassination ku isticmaalayeen khawaarijtu ayaa waxay noqotay dad isu ciil qaba oo xoolo isku leh oo qabiil isku aanaynaya intay isdilaan in la yiraahdo shabaab ayaa dilay bal u fiirso
لكن جهاد كدك مسلمين تها وجهاد نظيفة وحنو عاسو كلام ميقانو ذاتك مسلمين تها إنو رعب كلا قليو ونو قليو معناه وحويان وحنو عاسو كلا وكل حابورو عقدة ده نو عاسو كلا ومدي كوكو كلا عبورو ومدي أي استهم ومدي مسلمين تها أي استهمتو لقونا ولا هذا الرعب قاس إيه عقدة داس إيه كلا الشكي قال لقونا ولا هذا ومحرم شرعا وحين دليل التهاي دغن كاس إنو دغن سحانا هين ولذلك أن إمام كلاير هذا أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي أي كتاب كيسي وحكيري أهل السنة سوكشة كينا يحكيري ويرون مجانبة البدعة أهل السنة وحي أركان البدعة اللقفة هذا هي والآثام آثامت إن لقفة هذا الدنبية هي والخيانة لقرت هي والاغتيال هي أساسينيشن كإنت إن لقفة هذا أي ذاتك أهل السنة هو قبان halka wuxuu ku leeyahay iqtiqaadkii ahlu sunnaha oo imaam kale ilaa bakr ismaaciili safxada 33 ayuu ku leeyahay ahlu sunnuhu waxay arkaan in bidcada laga fogaado dunuubta in la iska ilaaliyo khiyaanada in la iska ilaaliyo assassinationka iyo dadka qiila in lagu laayo ayay la iska ilaaliyo ayay arkaan laakiin sida aan u sheegnaba iqtiyaalaadku iyo assassinationku waa diinul khawarij ليس من نهج أهل السنة والجماعة أرين تقول إلا للسعودة وأنا أرين محرمة وأنا محرمات كودة أي كتر سنتهاي أي سمعين هايان وشرع قاية كو خلاف سنين شباب مسألة دبيو تبنات وأي شباب شرع قاية كو خلاف سنين وحي تهاي وأوحى لقمة قعابو الانتحار أي يقول لكن استشهاد إيو قانين وقفكو إنو اسمي داميو وضدك اسكود معناها قرحيو أرين تنو عاصو وحوويان ومحرمة شرعا ومحرم شرعا محايا لي كتابك إلهي سنة الصوبانة انتبا إلهي وحو النص وردقاي إن أي ممنوع تاقفك إنو نفتي سدلو إنو نفتي سدلو هذا وحو يان استقوى حتى جهاز شرعية كجرة هديو إسلاو هدو لاو عمو أوكالة إنو إسراعية استقوى حنون إنو أتكي سوى يوك إنو أتكي سوى يوكالة ومحرم شرعا ونكي قزمانها وقران كرتانو حديثك صحيح مسلم كوي لي أوكالة ودادك قالد اللينا علي ومركز دم الله دعوعي وانتو سيفتي سي سلكي سي نولك لغاي افكي سيفتنا معنى علاشة سارتي اسكو توري سيفتي او اي دب ننعك الغباب حضي ايسو بنوه ايري صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار الهينا سبحانه وتعالى في سورة النساء سورة النساء وحكو يري ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما نفتي انها ديرنين الهي وامد ان حريص بضاني حديثك كلا أو صحيحين كسؤال رأينا سبحانه صلى الله عليه وسلم وكي كيري من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده قفك نفتي سكدل بر برتيسي قعنت أيال لوغليا يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا قفك نفتي سبر كدل برتي أيال قعنت لوغليا نار جهنم أيو برتي اسكدره علاش اسكدره اسكدفتا taas ayaa cadaab looga dhiga isagoo lagu waarinayo cadaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waarintaas lama macnay culimadu u kala sameeyaan inuu khalid mukhallada fiha mukhalladan fiha abadan taas aduu jeedo mid waa macnaheedu waa bi macna qofkii xalisha weeyaan oo xalisha xurmada noocaas oo kala weyna u dhawaanayaan khawaarijtu maxaa yeelay allayba ugu dhawaanayaan inay u banaantahay sharcan ayay iyagu banaysanayaan qatar ayayna ugu jiraan qadiyadaas kufrigeeda inay diinta uga baxaan meeraha waxayna noqonayaan dadka ahlu sunnaha oo qaar kood markay gaalaysinayaan khawaarijta sida imaam al-bukhari iyo geyrkiisba san rajaynayo ay qabaan ayay noqonay maxay la qof xalilanaaya dadka muslimiinta dilkoodi xalilanaayo ilaahay ugu dhawaanaayo dadka muslimiinta inuu asaga isdila laftiisi hada kullu waxay noqonayaan muharramaadka sharciga ayay noqonayaan oo qofkii uu sharciga uga been sheegayo macnaha kale oo mukhalidan mukhalladan taahu waxaa la yiraahdaa waa khuluud yaani waxa weeyaan muaqata oo ku meel gaar oo inta Allah ugu tala galay ah na culimadu way ku tafsiiriyaan subhanahu wuxuu yiri marka waman qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi qofkii naftiisa ku dila sun oo suncaba sunti ayaa maalinta qiyaamaha ama naarta loogu dhiibaaho yataxasaaha fi naari jahannama naarta dhexdeeda ayaa suntiisi gacanta loo geliyaa oo waxaa la yiraahdaa ku cad meeshaan asagoo khaalid oo muqallada fi naara حديث كاسونا صحيحين كايو كسو أروري إن أي يقو مركا استشهاد كما قعابان أو ليرا هذا وحو معناها أشفاعة تدباتا وعدي سيئي
waxaan u caasow ciyaal iyo dad madax laga qalday inta laga duubay la yiraahdo ninkii ayaa duubay halkan horta awalan athbit al'arsha thumma anqush horta jihada sharciga inaad ku sugan tahay waxaad isku qarxinaysaa oo aad laynaysaa oo xasuuqaysaa waa dad muslimiin oo aad cadow aad ugu dulkeentay marka aad dulkeentana caruurtoodii ayaad baadiyaysatay marka aad baadiyaysatana waxaad leedahay isku qarxi halkan iyo kan isku qarxi iyo hoteelkan gal markii aad taa samaysayna shafaaca aan jirin oo beena oo shahiid iyo wucuud jihaadkii sharciga ah loo sameeyey ayaad ka hadlaysaa arrinta noocaas uuna waa sharciga ilaahay oo laga been sheegay taa markii aan ka gudubno waxaan u gudbaynaa mukhaalafadii sideed iyo tobnaad waana midda ay ka galeen jihaadka sharciga ay ka galeen ayay ka mid tahay mukhaalafadan mukhaalafadan waxay tahay in ay shabaab isticmaali jireen waqtigii itoobiyaanku ay muqdisho joogeen in ay hobiyeyaalka soo qaataan ilaa haddana way isticmaalaan oo ay la dhex yimaadaan meelaha shacabku uu degan yahay meel bannaan ma ka ridayaan hobiyaha markay rabaan meel amisom ayaan ku tuuraynaa iyo ay leeyihiin iyo madaxtooye iyo waxay la tagayaan meesha shacabku uu degan yahay meeshaas ayaa laga ridaa hobiyeyaalkii waxaa lagu tuuri jiray meelaha amisomta ay joogto waa loo baaqi jiray konton ayay ku soo jawaabi jireen dadka ayaa lagu xasuuqi jiray halkaas dadkii dhaawacii iyo dhimashadii waxshinimadan iyo dugaagnimada noocaanu maxay ku salaysan tahay dabcan hada waa muxaram sharcan sharciga ilaahay way khilaafsan tahay laakiin dugaagnimada noocaan oo kalaahu maxay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay horta dadkan waa dadkii cadowga dulkeena ummaddan ummaddiina maadaama aynan u gargaarayn iyagii in badan oo ka tirsano ayaa waxaa la rabaa in lagala soo baxo nusro iyo gurmad aynan shacabku iyaga u ogolayn ayaa la rabaa gurmad sandullah in shacabkii lagala soo baxo ma garatay ilaa hada almustawa ayay waxshinimada dadka noocaan oo kale ay gaartay ilaahay shartooda ummaddaasaa ka qaban kare ha ka qabto laakiin in laga tuuro dadka muslimiinta dabcan ninkii cadowgii dhammaa intuu soo hogaamiyey dalkii dul keenay in uu haddana hoobiyeyaalkii ka rido meeshii shacabku ay deganaayeen ee meel bannaan uuna la fiirsan waa arrin shay dabiiciya weeyaan ma waxaad ka sugaysaa naxariis adigu ninkii cadowga dhammaa dul keenay ummaddii soomaaliyeed caasimadoodi iyo raasumaalkoodii waa maya taas marka waxa weeyaan waxay ka tirsan tahay waa mukhaalafadoodii 18aad halkaas ayaan ku xusnay qofkii awooda oo dhihi kara dadka muslimiinta in laga dhex tuuro hoobiyeyaalka cadowga looga baaqo halkaa si cadowga ay u soo duqeeyaan shacabkii ee gurmad looga helo halkaas markii baroorta iyo macnaha ay bulhaanku ka dhaco qofkii daliil u keeni karaaho oo odhan karaa sharciga ilaahay ayay meel uga taallaana waa laga sugaa ee ha soo dhawaado dabcan iyagu waxa weeyaan marka ay samaynayaan waxshinimada noocaas oo kalaa oo ay cadowga yacni maaragtay ay uga baaqayaan meelaha ay dadku degan yihiin ilaa hadda ayay jirtaa arrintaasu oo waxa weeyaan xataa hameenadii qaarkood markii itoobiyaankii iyo xataa ay tageen hadda lafteeda iyagoo odhanaya madaxtooye ayaan duqaynaynaa ayay hameenadii waxay duqeeyaan xaafado kale oo macnaha bahalkaas ayay iska soo ridaan xaafado badan ayay duqeeyaan cidday ku dhacaysa ha ku dhacdo danka ma laha daartan waa daar islaam uma aha iyaga waa daaru kufriyay u tahay shacabka ayay xasuuqayaan sharci celiyahu ma jiro waa dad gaangisa oo aada arkayso oo wax celiya iyo sharci celiyahu aynan jirinin laakiin ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa la xisaabtami karaa iyaga isaga ayaana shartooda ummadda ka qaban karaa masalada 18aad oo sharciga ilaahay shabaab ay ku khilaafeen waxa weeyaan in uu isdilo qofku markii uu ku dhaco macnaha markii uu gacan galo istaraatiijiyada alqaacida ay qabta ayaa waxaa ka tirsan qofku markii uu gacan galo isagoo dhaawaca intii si uusan macnaha asraartii mujaahidiinta waxay iyagu ku magacaabeen uunan u bixinin inuu isdilo oo kale arrinta noocaana dadka muslimiinta jihaad waa geli jireen waa la qabsan jiray dadka dhaawaca lagu qabsan jiray laakiin fiqigan aada u jeedo oo fiqi waraabaha ahu meel uu sharciga ilaahay uga jiro ma jirto qofku inuu israaciyo qofku inuu isdilo isagu si uusan asraartii mujaahidiinta u bixin baa la leeyahay haadii waa mukhaalafa sharciya waa masalada 18aad oo sharciga ilaahay ay ku khilaafeen wax daliilana uma heli karaan qofka in la yidhaahdo asraar ayaad maya isaguna ilaahay buu leeyahay
أدينكم إلهي بعد لديهم لكن شرق إلهي يا تاريخ أمة محمد يا الجهاد كذا مثلكم تعلو قفوا إن وإسدلو سوا كبقى إن وأسرت المجاهدين تأيؤوا لكن هذا وحويان أفكاره هذا إيو وحويان فقه هذا شيطانيك أيا نجايا إنه مجاهد وحأي كل شيء جايان وإسدلو هذه دعوة على جو أنت لو قوان لها أو صرت مجاهدين تقوم بحلها طبعا يجو تبر يريد أي أوجين يسوحان تبر يريد أي أوجين يسوحان إلهي سبحانه وتعالى وحون وحكو كلف في ماء وحاني مركا يجا أي سو كلف في وحان إلهي كو كلفين تا أي وحي كانت مركا إن أي وحل يراه دو في قيان أعوج كائن أي لي مادان oo ay ka dhigtaan waxa la yiraahdo aan ma garanayso masaa'il sharciiga waafaqsan oo ay u wakiisiyaan wax sharciiga waafaqsan aan mas'alada 20aad oo shabaab ay sharciiga Ilaahay ku khilaafeen waxay tahay in ay shabaab dilaan ninki jamacadooda ka baxa shabaab waa la gala shabaab waa la gala laakiin lagama bixi karo oo qofku intuu ka baxo gurigiisana ma aadi karo khiyaarna banaanka ugu ma noolaan karo shabaab aan sirtooda iyo nidaamkooda waa diin iyo dariiqo la galo qofku waa ayaga inuu ama kula dhex jiro ama waa inuu qabri la gala taasun baa loo ogol yahay dabcan waxaanu caaso kala hawna diinna maahan sharci ilaahayna ma waafaqsana laakiin waxa keenaya aqoonta takfiirka iyagu ay aaminsan yihiin شباب أو رجي أفكارته إيو منظرينته إيو نمانكي مجاهدينته إسكو شيقي جري أو الدين كان أعوج كأو إفتون جري أو حسان حسين أو حسان حسين نينك الله عالو أي أو أرنا أي معناها أو كتاب إلهي إيو مجاهدين إيو برايو وكو شيقي الدفاع معناها مجاهدين تشيقي جري إنو الدفاع أيو كتاب إلهي هدي أدو حكا قرانا يسو حسان حسين إيو إنت الله ما شوي إنت هذا السلة بطان waxaad keentaan meesha sharciga Ilaahay ay uga jirto qofku in uu hadii uu jamaacadan ka baxo way dilaane meesha diinta Allaah ay ka soo gasho sheega ma jamaacadii muslimiinta ayaatihiin ma jamaacadii muslimiinta ayaatihiin wa aqeedadii Soomaa takfiir wal hijra iyo saadicunta laftoodii inay jamaacadii muslimiinta qofku ay soo haystaan subhanahu sallallahu alayhi wasallam waa sheegay oo waxa weeyaan laa yahilu damu imrin muslimin yashhadu an laa ilaaha illallah wa anni rasuulullaahi illaa bi ihda thalaathin ayu subhanahu yuri محايا هذا الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة مركا مفارق جماعة إياقو حد أي أركان جماعة ده الدين الله فارقه جماعة ده أي جماعة المسلمين ومعنى وحويان فقه قاس الأركيسان يفهم كاس قلدا أيان اللي قد لا قفكي الشباب كبحة قفكي الشباب كبحة تاس أيان اللي قد لا وانا عقيدة التكفير والهجرة لفتي دي يصدعون كي وحي قبين ويان يعني جماعة المسلمين يهين يعني جماعة المسلمين يهين تاس لفتي دي ويان ولذلك هذه هو مخالفة شرعية وانا مسألة دي اللبات نضايا هل كاسو قبحينا تاس ايان كسو قتمينا مدكو اللبات نضايا ان شاء الله فرقا سو سعودة ايان وهاد لدون النفط دي باقتهاي مركا الهي سبحانه وتعالى وحن سؤالنا انو نودن بدافو إلهي نوحان سؤالنا إنو أيغا أسعلي الدين تيسا ردا جميلا إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسا يدريق حق الله تصيو أما شرطه ده إلهي سبحانه وتعالى أمدها كقبته لكن ها أغادا شرعي إلهي أيغا بالمرسن قوم وليتا شرعي إلهي نعقه ده والله إنسان صادقين